كانت السلطة القضائية في منأى عن كل الصراعات السياسية التي عاشت عدن، التي لم تعرف الاستقرار منذ ما ينيف عن نصف قرن من الزمان، حتى جاء العام 2015 ومعه تغيرت خارطة الصراع وتوسعت دائرة العنف. هذه الجماعات جاء من يعني من أماكن لا تعرف مباني الدولة، لا تعرف ما معنى الدولة، وأرادت أن تختطف الدولة لصالحها، لصالح جماعات في هذه الجبال التي جاءت منها. تعود الحياة ببطء إلى مباني السلطة القضائية في العاصمة المؤقتة عدن، وسط ركام من الدمار والخراب الذي طال أغلب المحاكم والنيابات ولم يستثن شيئا فيها، كما هو الحال في مجمع النيابات الكائن في خور مكسر شرقي المدينة. نيابة استئناف عدن ونيابة استئناف الأموال والنيابة الجزائية وبعض النيابات التابعة لنيابة الاستئناف، نيابة المنصورة، وهو المجمع القضائي في محافظة عدن. حتى وقت ليس بالبعيد كان هذا المبنى فضاء للعدالة، لكنه تحول إلى مسرح للحرب وأداة للجريمة بفعل ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح التي اجتاحته في 13 من إبريل من العام 2015 أثناء حربها التدميرية على عدن. ترك هذا المبنى وهو بكامل معداته من أجهزة، من آثاث، من ملفات، من سيارات، إلا أنه تعرض للنهب الكامل، يعني تعرض للتدمير، تعرض للنهب من الجماعات المسلحة التي دخلت أثناء فترة الحرب، وظل الجماعات الحوثية متمركزة فيه. لن نجد فيه حتى سجل واحد حاليا، يعني نهبت السجلات، نهبت الملفات، نهبت قضايا الناس، وبعض المجرمين الذين أرادوا نهب كل محتويات هذا المبنى، أصحاب السوابق، أصحاب القضايا فيه بعد انتهاء من الحرب. تم الاجتياح من غازي علوان هذا في البداية، بعدين حرقوا شباب كذا، قلت له أنا بس مقاومة، صمدوا يومين، قلت له بعدين وقع انسحاب، اجتاح العريش، قلت له وبدأت الدخول إلى خور مكسر، قلت له والكل داري بعدين سقط خور مكسر، سقطت كريتر، تم السيطرة على المنطقة هذه كامل، مركز الحوضة، أنا مقاومة بعدين تجمعت. جبت بزوكي وتلايمت وقدمت شوية قليل كذا لهنا قدام. لم يمض عاما كاملا على افتتاح مجمع النيابات في العاصمة المؤقتة عدن إلا وجاءته الحرب واستوطنته الميليشيا، وظل لأكثر من شهرين سكينة عسكرية للعنف وغرفة عمليات للانقلاب. هذه المباني استخدمت كمراكز عسكرية لهم، يعني للجماعات الحوثي والجماعات المتمردة
التي كانت داخل عدن، يعني التي استهدفت المواطنة، استهدفت الحياة، استهدفت كل ما هو موجود. وقد استخدمت هذه المباني أثناء فترة الحرب يعني ضد المقاومة، ضد أبناء عدن، ضد المواطنين، لاستهدافهم استهداف مباشر. كان بالنسبة للميليشيا مقر مناسبا لإدارة العمليات الحربية، مستفيدة أيضا من موقعه الاستراتيجي في منطقة الصولبان، البوابة الشرقية لمدينة عدن، وعلى مقربة من معسكر بدر الذي كان يضم حينها وحدات عسكرية وأمنية موالية للمخلوع صالح، الطرف الأقوى في تحالف الانقلاب. جماعات الحوثي متمركزة فيه باعتباره كان من المباني الشاهقة والمرتفعة في المنطقة، والذي يسيطر على المنطقة شمال وشمال وشمال وجنوب كل المناطق عليه. عند عمارة يسمونها عمارة الموت، لا يسمونها عمارة الموت بسبب الحرب، أنكم قتلوا فيها كثير، سبب القناص اللي فوق النيابة. للأسف أكثر ما عانينا في الحرب هو القنص، القنص بهدف القتل فقط لا غير. كانت عشوائية كبيرة في استخدام السلاح في لدى الميليشيات، ومن ضمنها أعمال القنص، قنصت المرأة، قنص الطفل، قنص المواطن، قنص الطواقم الطبية، حتى الحيوانات قنصت، حتى المختلين عقليا قنصوا أيضا. كان قنص لمجرد القتل، للتسلي، لرؤية الدماء فقط تسقط، لم يكن قنص مبرر، ولم يستخدم لأهداف حربية معينة، لكن استخدم فقط لمجرد القتل وانتهاك الحق في الحياة فقط لا غير. تمركزت فيه الميليشيا ومارست من خلاله أبشع الجرائم وأشدها انتهاكا لحقوق الإنسانية، وهو ما جعل منه هدفا عسكريا لطيران التحالف العربي وعرضة لكل هذا الدمار. تم تدمير كل المباني، أعتقد كل المباني الخاصة المتعلقة بالدولة، هو لعدم يعني هو حرب تدمير، يعني البنية التحتية لمحافظة عدن بدأ قبل أن تدميرها البشر، هي تدميرها البنية التحتية لمحافظة عدن لكي لا تعود الحياة إلى محافظة. هذه الجماعات جاء من يعني من أماكن لا تعرف مباني الدولة، لا تعرف ما معنى الدولة، ولذلك صب يعني عداءها لكل ما هو موجود في عدن، لكل ما هو جميل في الحياة، لكل ما هو في عدن جميل. ملفات متناثرة وبقايا آثاث محروق، كل ما تبقى من 12 نيابة كانت تعمل في هذا المجمع القضائي الذي افتتح في العام 2014 وبتكلفة إجمالية تجاوزت 500,000 ريال يمني. أي مجتمع بدون عدالة لا يمكن تستقيم فيه العدالة إلا بوجود القضاء، يعني وتدمير هذه البنية التحتية للنيابة العامة وللقضاء بشكل عام يعني تأثرت نفاذ العدالة في محافظة عدن، لم تستطيع النيابات مباشرة أعمالها، لم تستطيع المحاكم مباشرة أعمالها إلا يعني بمبادرات شخصية التي باشرها أعضاء النيابة في مراكز الشرط وفي إدارة البحث الجنائي. طبعا الجهود التي تتم فيها عملية استمرار القضاء وإعادة روحي كلها جهود شخصية من القضاة وأيضا موظفي السلطة القضائية الذين من انطلاقهم الوطني قاموا بهذا العمل، واجبهم الأخلاقي والديني. ففي صعوبة حقيقة في واقع الأمر في هذا الأمر الكبير الجسيم، حيث أن السلطة القضائية بحاجة إلى إعادة تأهيل مقراتها، إعادة تأهيل أعمالها. دمر المجمع بشكل كلي وانتهى بما فيه قبل نحو عامين، ومعه توقفت أهم أدوات السلطة القضائية. المتضرر الأكبر هو المواطن وحقه في الحياة، غابت العدالة وزادت نسبة الجريمة في ظل غياب شبه كامل لسلطة القانون ومؤسسات القضاء. المواطن بطبيعة الحال عندما ينتهك حق من حقوقه أو يذهب يشتكي لمن؟ ما فيش أمامه غير إنه اللجوء لهؤلاء الناس يعني خارج المؤسسات القضائية. طلب معالي دولة رئيس الوزراء، معالي وزير الداخلية، معالي وزير العدل أن يبذلوا جهود في استعادة أجهزة الأمن لكي نستطيع
العمل، بحيث انه لا زال السجن المركزي لمحافظه عدن لا زال تابع، لم يكن تابع لاداره الامن، ولن يتم استطاعتنا الاشراف عليه. اغلاق المحاكم امام المواطنين سوف يضطر المواطن لاخذ حقه بيده وبقوه السلاح، ونحن لا يخفي علينا انه الكل في محافظه عدن يحمل السلاح، والسلاح موجود وحاضر بشكل قوي، فاغلاق المحاكم بوجه المواطن سوف يساعد على اثاره الفوضى، والكل سوف يتصدر انه ياخذ حقه بيده. عامان على حرب عدن، وهذا المبنى الجريح لا زال على حاله، لم يعد صالحا للاستخدام ويحتاج للهدم الكلي وإعادة البناء من جديد بحسب نتائج المسح الميداني وتقارير لجان حصر الأضرار، والتي قدرت تكاليف الهدم بأكثر من 17 مليون ريال يمني. حقيقة الأمر أنه آخر المهندسين الذين نزلوا أفادوا أن المبنى غير صالح، لقد تعرض يعني للضرر الكبير، للضرر الغير صالح لإعادة البناء الآن حالياً. غياب السلطة القضائية في مرحلة ما بعد الحرب واحدة من التحديات الأكثر خطورة التي تواجهها الدولة في عاصمتها المؤقتة، والتي قد تمتد تبعاتها لسنوات طويلة ويبلغ أثرها مختلف مناحي الحياة. السبب الحقيقي لعدم عودة المحاكم والمؤسسات زي النيابة وأقسام الشرط لمحافظة عدن حتى بعد الانتصار هي عدم وجود الأمن والأمان الحقيقي لهؤلاء العاملون في هذه المؤسسات القضائية. عندما يعتلي القاضي منصة القضاء ويحكم، من هذا الذي سوف يحمي هذا القاضي؟ وأين تلك الدولة التي سوف تحمي هذا القاضي؟ للأسف أيضا القضاة والعاملين في المؤسسات القضائية ومنها النيابة أيضا وأقسام الشرط محتاجين لحماية أيضا حتى يزاولوا أعمالهم بشكل آمن وبشكل سليم. أضف إلى ذلك أنه لا زال عدد من المتهمين فارين من السجون حتى يومنا هذا، وهذه واحدة من الإشكاليات الكبرى، ممكن تؤدي إلى كوارث في المجتمع، حيث أن كلا منهم سيأخذ بتأره من غريمه، وأيضا ممكن تؤدي إلى إعداد دماء هائلة في هذا الجانب. تحقيق العدالة داخل هذه البلاد سيتم تحسين الوضع، تحسين ما هو الوضع الحالي عليه، وتوحيد الأجهزة الأمنية في جهاز واحد بدلا من تعدد الجهات في محافظة عدن. آثار الدمار في المحاكم والنيابات وما ترتب عليها من توقف لأهم سلطات الدولة ترك عبئا ثقيلا ليس فقط على الحكومة بل وعلى الحياة العامة بشكل كلي. القضاء مهمة الدولة، الدولة ليس في سلطتين، سلطة تشريعية والسلطة التنفيذية، بل أهم السلطات هي السلطة القضائية وهي سلطة السلطات. لو عرفوا هذا الكلام لنجينا من كثير من المصائب وحلينا كثير من المشاكل. فأتمنى أن يعوا بأن القضاء مهمة وطنية وعلى الكل أن يساعد في هذه المهمة. طبعا المتضرر هو الأول والأخير هو المواطن، يعني هي المواطن هو المتضرر الأول باعتباره هو أساس هذه الأرض، يعني أساس هذه الكون. يعني تضررت هذه المباني انعكس على المواطن، على حياة المواطن، انعكس على الدولة، انعكس على كل ما هو موجود يعني في هذه الحياة. كانت فترة ما بعد الحرب الأشد ضرراً على السلطة القضائية في عدن. لم تتوقف عمليات تدمير المحاكم والنيابات بانتهاء الحرب، بل امتد إلى فترة ما بعد التحرير مباشرة عبر خلايا نائمة تابعة لميليشيا الإنقلابيين. اغتيل رؤساء محاكم وأعضاء نيابات، ونهبت مؤسسات العدالة في محاولة لتغييب دور سلطة القضاء في المدينة المنكوبة بعنف الميليشيا. عند خروج جماعة الحوثي من عدن بدأت النيابة العامة بالإشراف على بعض المراكز وبعض القضايا ذات الأهمية الكبيرة، وباشر بعض أعضاء النيابة العامة في محافظة عدن في إدارة البحث الجنائي بعض الزملاء، لكن لم نجد تجاوب من الأجهزة من الدولة، لم تقم بتأثيث لنا أي مباني، لم تقم باستعادة لنا المباني حتى هذه اللحظة. طبعا نحن للأسف إلى اليوم نتألم على عدد كبير
من القضاة الذين تم اغتيالهم، وعدد من الموظفين للأسف حقيقة شيء مؤلم. خسرنا في هذه الحرب الشهيد القاضي محسن علوان، والذي تم اغتياله في شارع 90، والقاضي عبد الهادي المفلحي الذي تم اغتياله في المنصورة، وكذلك القاضي جلال الحكيمي الذي تم اغتياله أيضا في شارع 90. وخسرنا الموظف عباس العقربي مدير المحكمة الجزائية المتخصصة، والذي تم اغتياله في مدينة الشعب، وأيضا الموظف زهير والذي تم اغتياله في مدينة القاهرة. وعندنا جرحى في هذه الحرب مثل أم زربة وغيرهم. للأسف السلطة القضائية كأي ميدان عملي خسرت الكثير باستشهاد هؤلاء القضاة الموظفين. بيوتنا مستهدفة، بيت الأخ القاضي رئيس النيابة كان أول من استهدف، يعني كانت كل شيء استهدف، لم يفرق فينا، كل ما هو موجود في عدن استهدف. لعدم وجود البنية التحتية لهم، لعدم وجود الأمن الكافي لهم، لعدم وجود الإمكانيات، لعدم وجود أجهزة جهاز أمني واحد، تعدد الميليشيات، يعني تعدد جماعات المسلحة داخل عدن. الضرر ما بعد الحرب هو الذي ايش الضرر اكبر. ما نعتبر ان الضرر هذا حرب، الحرب تاكل الاخضر واليابس، لكن نحن نتاسف على ما هو بعد. نحن الان في دوله نعتبر كدوله شرعيه، في امدادات وفي تمويل وفي ذا وفي ضخ اموال، يعني لابد من اقل شيء لفته كريمه للقضاء، ايش اللي اعطى القضاء هيبة القضاء من هيبة الدولة. إذا انعدم القضاء انعدمت الدولة، لا يمكن تكون موجودة دولة إلا إذا كان هناك فساد ويريدوا أن يستمر هذا الفساد، فسلام على القضاء. أضرار المادية هي كبيرة لا نستطيع عدتها بشكل عام، لكن ممكن نحن كنيابة عامة وكقضاء نبدأ باللي تستطيع الدولة توفيره ولو بأبسط المقومات لإعادة العدالة في محافظة عدن. برهنت حرب الميليشيا على حجم الصعوبات والتحديات الماثلة أمام السلطة القضائية، وكشفت عن الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات يراها البعض صعبة المنال في سبيل استقلالية القضاء وتفعيل مؤسساته وتأمين عملها حتى تتمكن من تقديم عدالة كاملة وسلطة غير منقوصة في بلد لا تعرف الاستقرار.